محمد نور يقول: السلام عليكم، تحياتي لك والأستاذ الخلوق رزاق كشكول. أريدك تسأله عام 75 الزوراء فاز 10-11، الله عليك تسأل هذا السؤال. لا نعم 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 فاز 11 الزوراء 10 سجل ثامر يوسف سجل، هو أول لاعب عراقي يسجل 5 أهداف هو ثامر يوسف. نعم 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 لاعب عراقي يسجل خماسي في الدوري العراقي عام 1974 بالضبط بالضبط بالضبط. لاعب الزوراء ثامر يوسف سجل 5 أهداف في مرمى الشرطة والمباراة تهدى على الصفر لصالح الزوراء. نعم هاي صورة هو وكابتن فلاح. نعم 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 صحيح صحيح.